يسافر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى كندا عقب مباراة الزمالك بسبب بعض الظروف الأسرية الخاصة به. وقال البدري إنه سيسافر إلى كندا مباشرة عقب القمة لارتباطه ببعض الظروف الأسرية، على أن يحدد بعد ذلك موعد عودته للقاهرة من أجل مواصلة مشواره مع الفريق. كان الفريق قد تأهل إلى الدور النصف النهائي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على فريق وادي دجلة يوم الأربعاء الماضي 4 أهداف مقابل هدف.